يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وصباح الخير يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023. في الحقيقة يمكن امبارح كان يوم من الأيام المبهجة، لأن كان في خطوة، يمكن الخطوة دي اتأخرت كتير، وهي خطوة بتحمل العديد من الرؤى المستقبلية لصناعة السينما والدراما المصرية، وهي عقد الاجتماع التأسيسي الأول لإطلاق اتحاد منتجي مصر، وده اتحاد ده بيشارك فيه 18 شركة من الشركات الإنتاجية المصرية المختلفة، ويمكن ده في إطار التنسيق المستمر ما بين شركات الإنتاج الفني والحرص الدائم على ضرورة الحفاظ على صناعة الأعمال الدرامية وكمان استمرار تطويرها والارتقاء بيها. ويمكن الارتقاء ده، يعني ارتقاء بنتكلم على ارتقاء بيليق بشكل ومكانة الفن المصري، لأن احنا لينا تاريخ وباع طويل جدا، ولينا دور كمان مؤثر في جميع أنحاء الوطن العربي. وأنا شايف إن الخطوة دي هي خطوة تأخرت كثيرا، اللي عندنا كيان، الكيان ده بيجمع كل المنتجين تحت منه بشكل تنظيمي ومؤسسي، فدي خطوة صائبة علشان نشوف أعمال درامية أكثر تنافسية. أكيد يا عبد الصمد، إطلاق اتحاد منتجي مصر فكرة مهمة جدا، هدفها انها تحافظ على ريادة صناعة السينما وكمان مواجهة الفوضى في الصناعة دي، خصوصا ان مصر على مدى سنوات، وزي ما عبد الصمد كان بيقول، كانت بتشهد حالة فنية رائدة وفريدة. واعتقد ان اتحاد منتجي مصر هيكون ليه دور كبير في تطوير اقتصاديات الصناعة دي وكمان جودة الأعمال اللي هتتقدم للمشاهد سواء كان في مصر او في الوطن العربي. عبد الصمد، يمكن مش بس كده يا منى، يمكن الخطوة دي أول ما شفت الإعلان عنها بدأت أتابع ردود الأفعال، لقيت ردود أفعال إيجابية جدا. فكرة إن أنت يبقى عندك كيانات أو كيان، الكيان ده بيضم كل منتجي مصر علشان يبقى فيه تنسيق ما بينهم، فأنت هنا كمان بتحققي التكامل، فكرة اللي احنا كلنا بنشتغل على قلب رجل واحد. طبعا. كلنا حاجة واحدة، فاللي ناقصه حاجة من هنا التاني بيكمله تحت امبريلا واحدة أو تحت مظلة واحدة. خلاص بقى انت داخل، احنا كنا زمان بنقول فين العمل المؤسسي، فين العمل السينمائي اللي بيضاهي الحاجات بتاعت هوليوود والكلام ده كله، ما عندناش ليه الإمكانيات دي، علشان ما فيش شخص يعني فرد لوحده يقدر اللي هو يواكب التغيرات دي كلها. طبعا. لأنها انت عارفة صناعة السينما صناعة مكلفة جدا، فكرة ان يبقى عندك 18 شركة موجودين في كيان واحد ويقدروا اللي هم يكملوا بعض، أو 18 شركة انتاجيه يدخلوا في عمل ضخم. ففكره اللي انت بتقدمي النهارده منتج بيليق بمكانه المصريين، بيليق بمكانه وتاريخ مصر، كمان ان في ردود افعال ايجابيه زي ما بقول لحضراتكم. ردود الافعال دي كانت من كل العاملين الحقيقه في مجال صناعه السينما او صناعه الانتاج الدرامي كمان تحديدا، الاكدوا على ان الاتحاد ده هيبقى فيه نوع من انواع التكامل، في شراكات هتكون موجوده وتكامل ما بين الشركات المنتجة كلها، سواء بالشركات الإنتاجية أو كمان بالتنسيق في المشاريع الدرامية، لأن ده هيتلافى وجود شبهة ما بين الأعمال الدرامية في الموسم الواحد، وكده قدرنا زي ما قلت لك نبقى عندنا عمل واحد بيضم أكتر من شركة، فهنا إحنا هنشوف جودة صورة وهنشوف كواليتي شغل محترم. تعشم، وأكيد إن شاء الله الفترة الجاية هنلاقي نقلة كبيرة جدا في تطوير المحتوى الدرامي ودعم وتعزيز الإمكانيات الفنية، وأعتقد إن ده ممكن يفتح سوق أكبر للإنتاج الدرامي، وإنه كمان يحافظ على الصناعة المهمة دي اللي كانت الفترة اللي فاتت بتواجه كتير من المشكلات. زي ما عبد الصمد كان بيقول، الإنتاج شديد الغلو أو باهظ الثمن، وده فعلا يقدر إن هو بالتكامل اللي موجود نقدر نحافظ على ريادة الدراما والإنتاج المصري. عشان كده النهارده هنكون معانا فقره خاصه على الموضوع ده. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.